أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض والطير صافات كل صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي يخلق الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط
مستقيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Peserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan sebentar tadi ialah Puan Nur Faizah binti Panut, Wakil Negeri Selangor Darul Ehsan.